كي تجي تنوض سيارتك وتسمع فيها الصوت هذا غير حبس كيما راك. كنت في الورشة نسكاني في التيجوان حتى بعث لي صاحبي ميساج في الواتساب قال لي جيت ننوض في السيارة تاعي لقيت فيها واحد الصوت مش عادي. قال لي يا درا نكمل نتحرك بيها ولا لا لا. سقسيته وش من بلاصة قال لي راني في ستاسيون برك بيناتنا تقريبا نص ساعة طريق. قلت له ابقى كيما راك اني جاي. هذه هي الإيبيزا. الصوت هذا دايما يجيك يكون الموتار بارد كي يتمشى بها. قال لي روح نوض تكل على ربي. اكسري لي شوية كيما شفت هنا عاود تكلم الموتار وعاود سكت. وراه تبان الحكايه هذه الفوق ماهيش في الموتار التحت. لو كان جات في الموتار التحت حتبقى وحيزيد كل ما يزيد ياكسيريلي. اما انه الزيت قاعد ناقص ولا بالك لي فالف واحد فيهم كاش ما صرا فيه مشكل لي فالف يدرو ليك هذو. هذه حاجه تقدر تقول له عاديه تصرى في الكيلومتراج هذا ماشي تقريبا 145 الف. قال لي اصلا الفيدونج بدلنا لها الزيت من 540 ل 1040 عاودنا رجعنا لل 540. هذه وحدها تقدر تكري مشكل كيما هذا. كيما انه يمكن قبل كانوا يطولوا لها بالفيدونج مده كبيره حتى هذا يقدر يدير مشكل. والحاجه الثالثه تقدر تكون بومبا الويل ولا لاكريبين تبوشات شوي حتى هي تقدر تكري مشكل من نوع هذا. على كل المشكل ماهوش كبير. قال لي عندي واحدة الصالحه هنا الى نقدر نقضيها. قلت له نورمال يقدر يروح يقضي بها صوالحه ان شاء الله والعشيه جينا للورشه ونشوفوا المشكل وين بالضبط. ومع العشيه لحقت الايبيزا للورشه الديكلاراسيون كانت بروي افروا. بما انه درنا الدياغنوستيك تاعنا من قبل يتسمع لبنا بالمشكل راهو في الموتار الفوق ديريكت نروح نحو البورت فيلتر نطلعوا لي بوين بلي بوجي ونرخوا لاكروا ديستريبيسيون تاعنا ولا لاشان. وكيما تشوفوا نحيت هنا البوشون تاع الزيت كاينه شويه رمله. مورا ما نحينا التور تاع الفوس كيلاس نطلعوا الفوس كيلاس الفوق وارواحوا تشوفوا معايا واش كاين ليكم. الكارثه اللي كانت في الموتار هذا كاينه شويه رمل وكاينه ياسر تخثر تاع زيت كانت ماشي مليحه تتمشى بها السياره ولا كانت تطول في الفيدونج كما ما حكينا من قبل. وراها نحينا الاضواء بلي بوسوار ولا بلي فالف هيدروليك ولقينا فيهم ثلاثه ولا اربع حبات كانوا مبلوكيين. وشويه نتواياج البلايص اللي كانت فيهم لاكراس فيرفينا عيانيا لزرب ركام تاعنا لقيناهم باللي ملاح. بما انه لاشان ماديكالاتش يتسمى بنسبه كبيره راهم منعوا. جبنا لي فالف هيدروليك جدد ومعاهم لي جوان تاع الفوس كيلاس اكيد فلتر تاع زيت وفيدونج جديد للسياره. مورا ما عودنا ممطينا البياس تاعنا وكالينا لاشان وارواحوا تسمعوا الموتار ما شاء الله ما شاء الله. كما تشوفوا لهنا راهو الصوت تاع الموتار ربي يبارك وما فيش تقربيع هذاك تاع البديه والضربه الاولى اللي كان فيها.